طيب تعالى بقى نروح على الصحف البرازيلية. الصحف البرازيلية يا سيدي العزيز بتلقي الضوء على زيارة دونجا نجم منتخب البرازيل السابق لمصر. أنا أحب النوع ده من الزيارات قوي قوي. ليه؟ لأنه بيبقى الصدى بتاعها عالي جدا، بيسمع جدا. وخلي بالك التسميعة دي مش هتلاقيها بس في الصحافة البرازيلي، أنت بالتأكيد هتلاقيها في الصحافة الرياضية المتخصصة رياضيا، يعني في حتت كتير جدا في الدنيا وفي أوروبا وفي أمريكا الشمالية إلى آخره. وهتلاقي المواقع السياحية والمهتمة بالسياحة وحاجات زي كده هتتكلم على زيارة دونجا، وده حلو. خليني هنا أخد معانا دكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الأثار بوزارة السياحة والأثار يحدثنا عن هذه الزيارة. بس الأول إزاي حضرتك يا دكتور ووحشنا. تحية لحضرتك. أنا بس أستاذ يوسف أنا عايز أعلق على الخبر اللي قبله. عايز أقول لأستاذ علا جدتك كانت إيزيس ونفرتيتي ونفرتاري كانت هي القاضية وكانت هي الملكة. أيوة. وهي صنعت نص الحضارة وربت الرجال اللي صنعوا إيه باقي الحضارة. فالمرأة المصرية التي صنعت الحضارة المصرية وكانت يعني ماسكه كل المناصب والله يا استاذ يوسف. وبالتالي المراه المصريه كانت طول عمرها يعني يكفي ان هي ايزيس، واذا قلنا ايزيس ونفرتاري ونفرتيتي وعندنا خمس ملكات تولوا الحكم. ثاني حاجه يا يوسف دي بس انا خبر بسيط جدا، السيد الرئيس النهارده كان له لقاء عبقري عندما التقى بزعيم طائفه البقره، وحضرتك عارف دورهم في ترميم الاثار وشغل في الاثار. كانت رساله اكثر من رائعه عندما التقى بالملك او واولاده الامراء. فدي رسالة لحوالي 300 مليون تابعين لهذا الرجل، بتقول لهم كده هذا البلد تعالوا تفضلوا زوروه، خاصة ان هم دلوقتي بيشتغلوا في مصالح آل البيت، عملوا جامع الحاكم بأمر الله وبيشتغلوا في جامع الأقمر وجامع السيدة نفيسة اللي هيفتح خلال عدة أيام. وبالتالي هي رسالة مهمة جدا جدا. بشكر السيد الرئيس في هذه الرسالة الغير مباشرة لناس كتير جدا، خاصة ان احنا ماشيين في مسار ما يسمى بالعائلة المقدسة ودي منطقة دير سانت كاترين. وبالتالي الحاجة الثالثة هي موضوعنا اللي هو ايه مزار المزارات آل البيت اللي هي بتتم في شارع الأشراف. أيوة. اللي فيه بيسموه البقيع الثاني لما له من حوالي من ست مراقد لآل البيت. وبالتالي كانت النهارده حاجة عبقرية. يوسف في ثالث حاجة بس اللي هو كشف العالمين اللي كل الدنيا بتتكلم عليه. أيوة. الكشف الرائع، ونحن كنا دايما بنربط العالمين بالحروب ودلوقتي الحمد لله بقينا نربطها بالبرامجات الفنية. فالنهارده كان عندنا كشف أكثر من رائع وكشف آثار غارقة. وكلمة آثار غارقة بتدي حنين، وهي مصر أول دولة في العالم وريتنا يا استاذ يوسف يبقى عندنا متحف للاثار الغارقه، هيكون اول متحف في العالم في هذا الاطار. انما زياره دونجا يعني مش محتاجه دعايه، لان البرازيل واذا قلنا كره القدم هي المزاج كله. وانت عارف حضرتك عارف عشق المصريين، احنا يعني بخصوص كده اكلنا وغدانا وعشانا على كره القدم. وبالتالي دايما حتى المنتخب المصري احنا حافظين كل حاجه في منتخب البرازيل. اي شاب او اي طفل في اي قريه حافظ كل لعيبه البرازيل، لان احنا بنحب الكره الحلوه وبنحب اللعيب الكويس. ودونجا كان لاعب جيد ومدرب جيد، والصور اللي حضرتك بتعرضها في مقبره نفرتاري الجميله وفي بعض مقابر البر الغرب في الاقصر مقابر النوبل، اعتقد انها هتخلي ناس كتير جدا عندهم نوع من الاشتياق. كمان هنا عندنا دلوقتي انت لايمنون الاقصر طبعا مشهوره جدا، ولكن الصور اللي هتتعرض في السوشيال ميديا وعلى صفحته وعلى صفحه الاتحاد اللي هو البرازيلي اعتقد ان هي هتكون يعني ذات تاثير مهم جدا ودور كبير جدا. وزي ما توقع السيد وزير الصحه والاثار احنا جالنا 10 مليون في النص الاول، ومتوقع ان يجي لنا 15 مليون، فالخير قادم. وبنقول لكل المصريين البلد دي بلد مهمه جدا وكل الناس بيحلم بيها. وحضرتك اكيد تابعت من عده اسابيع لما كان جارديولا اللي هو يعني اكبر منتخب او اكبر نجم في العالم كان بيزور، فكل اسبوع هتلاقي عند حضرتك هذا الزخم وهذا الحب وهذا الجمال. احنا بس محتاجين نستغل الموضوع ده اكتر، يعني نلعب على الموضوع ده اكتر، الصور دي ننشرها اكتر. طبعا هم جايين في وزارات الصحه وبيحبوش الاعلام كتير، ولكن احنا ناخد من الصفحات والاعلام بتاعنا زي حضرتك كده. يا ريت كل البرامج في اللي تتكلم عن هذا الاطار، عشان اولا بتدي نوع من الوعي لاولادنا، بتقول لهم انتوا بلدكم عظيمه قوي والناس بتجي لها من اخر الدنيا ومستمتعه بيها، والصور اللي بتتحط على على البروفايلات بتاعتهم اعتقد بيتابعوهم ملايين الملايين. طبعا خد بالك حتى دكتور، وانا اشكرك جدا 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 على المداخله. الحقيقه هو واضح طبعا انه طريقتنا احنا الدوله هنا، طريقتنا في مساله كمان التسويق والترويج السياحي بتاعتنا اصبحت مختلفه. يعني احنا لسه كنا خلال الاسابيع الماضيه دي كان عندنا نوال جونسون، هذا الشاب البلوجر الشهير او التيك توكر الشهير اللي كان موجود وقعد في مصر يعني اظن 3 ولا 4 اسابيع. انا حتى قعدت بصيت على الاكاونت بتاعه لسه من كام يوم وشفت الفيديوهات اللي عملها وهو في مصر.
أقل فيديو لنويل روبنسون عامل يجي 8-9 مليون أقل فيديو، وهو عامل له مثلا بتاع 25-30 فيديو نازلين على الأكاونت مصر بس، مصر بس. فأنت بتتكلم في مئات الملايين من المشاهدات اللي حصلت عن طريق تيك توكر واحد، وده انعكس يعكس إيه؟ ذكاء اللي جاب نويل روبنسون لهنا يزور ويتفسح ويتعامل مع الناس ويعمل الرقصات بتاعته ويهزر ويضحك ويتصور ويعمل فيديوهات إلى آخره. دي ذكاء، ده نباهة. أشكرك مرة تانية دكتور مجدي، كل الشكر دكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الآثار بوزارة السياحة والآثار.